مدينة الخميسات للأسف للساكنة ديال إقليم الخميسات بفوق 160,000 نسمة، فيها مستشفى إقليمي وحيد هو هذا اللي احنا واقفين قدامه. للأسف الشديد المواطنين في هذه المدينة هذه كيعانيو مع هذا السبيطار، هذا السبيطار اللي ما متوفرش فيه الخدمات الطبية اللازمة. هذا السبيطار هذا إلا جيتي ليه عندك جوج الحوايج، إما يعطيوك رونديفو ضيفوك ست شهور، إما غيشفتوك للرباط. الشفا كاين في إقليم قدو قداش فيه كتر 160,000 ديال الساكنة، ما فيش ليكوغراف. ليكوغراف واحد. الطلب الثاني المواعيد ديال السكانير، ما يمكنش تعطيو الناس المواعيد ديال عام عامين، المواعيد كتعطى حسب النوع ديال المرض. كاين السكانير اللي ممكن يدار في نهار، كاين اسبوع، كاين ديال 10 ايام، كاين ديال شهر، ماشي ديال سنه سنتين. المتطلب الثالث بلاصه ديال الولاده، مكان الولاده، ماشي اللي جاي يولد صيفطوه للرباط. غادي ديروها اطباء ثلاثة ولا أربعة تكون المداومة في قسم ديال الولادة. الطلب الرابع وهو الطلب الخطير وخص كلشي يسمعو وكلشي يعرفو، طلب ديالنا من المسؤول الأول على الصحة بإقليم الخميسات والمدير، بالرغم من أن مدير ما كاينش دابا، الطلب ديالنا هو الأطباء اللي كاينين في المستشفى كيتعتبروا أطباء ديال الصحة عمومية، ولكن للأسف كيمشيو كيخدموا في المصحات الخاصة بالفلوس وكيخليو وقتهم هنا. وحنا كنعرفوا بأن المندوب الإقليمي دار مجموعة ديال الرسالات ومجموعة الشكايات بهم، ولكن للأسف كاين اللي كيطاكي عليهم. ومن هنا بغيت نوصل واحد الرسالة للنقابة ديال الأطباء، نقابة الأطباء من حقكم تدافعوا على الأطباء ديالكم، ولكن ما تدافعش على الطبيب إذا كان تيضر المواطن، ما تدافعش على الطبيب إذا كان كيمنك الحصص ديالو وكيمشي لبلاصة أخرى. راه ما يمكنش طبيبة ديال القلب تجي تخدم ساعتين وتمشي بحالها، ما يمكنش الطبيبة ديال العينين تجي تخدم ساعتين وتمشي بحالها. هذه متطلبات مستعجلة، هذه متطلبات مستعجلة. الطلب الخامس، الصحة حق للجميع، لأن الدستور كيعطينا الحق في السكن وفي الصحة والتعليم. الصحة ملي يجي عندك شي واحد مريض ما تبقاش تقول لي عطيني بطاقة الرميد ولا سير خلص عندوز ليك. أي واحد جا خصو يتعالج وخصو يتداوى، وهاديك هاديك ليرجونس ديك المستعجلات خاصها تكون خدامة 24 ساعة على 24 ساعة. وتحية لكل من حضر لهذه الوقفة، هذه الوقفة التاريخية، هذه الوقفة التي نتمنى وبكل صدق أن تصل رسالتنا، تصل إن شاء الله. وتحية مرة أخرى نضالية لكل هذا الحضور، والسلام على من اتبع الهدى. خميسات منسية، خميسات منسية، الصحة مجرية، الصحة مجرية، الصحة مجرية، الصحة مجرية. خويا الوزير فين طباب، خويا الوزير فين طباب، خويا الوزير فين طباب، خويا الوزير فين طباب، فين الراديو فين سكانير، فين الراديو فين سكانير، فين الراديو فين سكانير، فين الراديو فين سكانير. المواطن تعانيك، والمواعيد بالسماوات، والمواعيد بالدليل والحجوجات، والدليل والحجوجات، والمواعيد بالسماوات، والمواعيد
التلفازات ولاشكان التلفازات بغيناها 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 وعدالة اجتماعية وعدالة اجتماعية وتعليمات ملكية وتعليمات ملكية وغايتنا دستورية وغايتنا دستورية وما هي فوضوية وما هي فوضوية وغايتنا دستورية كنشكروا النشطاء الفيسبوكيين والغيرين على مدينه الخميسان. الوقفه هذه الوقفه اللي درناها وقفه غير انذاريه. الناس المسؤولين الفاشلين في مدينه الخميسان واللي كيتحمل هذه المسؤوليه هما الناس البرلمانيين اللي درت لهم السكنه مدينه الخميسان باش يدافعوا عليهم في البرلمان، ولكن هما جبناء. والمسؤولين اللي كيصهروا على تدبير الشان المحلي في مدينه الخميسان واللي كيتحمل المسؤوليه الكبيره هو العام اللي دار فيه سيدنا طيقة، تا هو كيساهم في الفساد ديال هذا المستشفى الاقليمي اللي كيعيش التهميش. اما من طرف ابعد اللوبي ديال بعض الاطباء اللي كيديروا اليد مع الكلينيكات وكيخليوا الفراغ في السبيطار المستشفى الاقليمي. حنا كنعتذروا للمندوب، المندوب جديد الغالب الله. حنا كنوجهوا النداء للوزير الصحه التفاته الناس اللي كيولدوا هنايا. للاسف مشاو واحد ثلاثه العيالات مساكين ايرجونج في الليل ومشاو للسويسي ورطوهم وقالوا لهم سيروا تولدوا بخميسات. وحده منهم مسكينه جات داوها لعند واحد الكلينيك ولكن داروا ليها البلج بزياده وتوفات. اش ذنب هاد السكينه بمدينه خميسات؟ العيالات اللي كيجيو وكيقول لهم الطبيب سيروا ما كتجيو لهنا حتى الدقيقه 90. اللهم هذا منكر. هذا نداء موجه الى سيد المندوب الله يجازيك بخير. راه عندنا واحد من الاطباء اللي كيصوت العيالات في الدار الولاده. اللهم هذا منكر كلام غير لائق. عندنا واحد الحاجه خطيره هي هذيك الورقه اللي كيجيبوا الناس من المقاطعات الشهاده الاداريه. جات واحد المراه البارح مسكينه عندها ما مسكينه مريضه بالدياليز ولكن للاسف قال ابو علام قالوا لي احنا ما نشدوش منك الشهاده الاداريه. الشهاده الاداريه كتعطيها الداخليه والمؤسسه لوزاره الصحه سياره داخليه. الا كان الرميد ما غيتقبلش علاش المقاطعات كيعطيو الشهاده الاداريه باش يجيو المرضى هنايا وكيقول لهم ما نتقبلوش منكم الشهاده الاداريه؟ حيت واحد كاين تما في المصلحه هو اللي شد تما كيتحكم في السكينه دخميسات وكيدور في الموظفين كيقول لهم ما بقاوش تشدوا منهم. هذاك الوصل راه ما مقبولش. هذاك الوصل كتعطيه الداخليه من حقك تشدو وتعطي الاولويه للمريض. الا كان المريض مسكين كيموت خصك تعاني به وتكون فيك الانسانيه. وعندنا لابيلانسات ما كاينينش في خميسات قال لك الشيافر. لابيلانسات عندنا في الفوريان 4 وعندنا في المجلس الاقليمي 6 وعندنا في العماله 10. علاش ما يكونش عندنا النوباوي تحطوا لنا لابيلانسات هنايا ويديروا شي شيافر ولاد الناس ويكون واحد التفاته لهذا المستشفى اللي كيعيش التهميش من طرف المسؤولين واللي كيسهروا عليه تدبير شان المحلي حيت هما فاشلين ما كيراعيوش السكينه. وتحيه لجميع الاحرار وتحيه للنشطاء الفيسبوكيين. مشونا كيديروا فينا ما بغاو هنا فكر يموت. الله يرحم الوالدين. لكن نمشيو لوزاره الصحه نمشيو لاي حاجه نطرقوا تما نغوتوا. هنا واخا نغوتوا تنسبعوا راه ما غادي نوصلوا حتى شي نتيجه. الله يرحم باكم الا مشاو حاولوا تفكروا نمشيو الرباط راه الخميسه تهمشات راه ما بقى فيها ما يدير. هذا هو الراي. شفت راجلي للسبيطار وشفتوا فيه الحريق ديال المعده ودائما عنده المعده فيها كريز وشفتوا كيموت. جاو لي ستاجير عنده دايرين به طبيب ما كاينش هما اللي جاو كيدكوا لي الشوكه ومن بعد ديك الشوكه 15 يوم حاشاكم ما خرجش للطواليت ما عرف شنو بداو كيتعلموا فيه. كل مره كيجي واحد كيدكوا لي كل مره عيادك ستاجير قال لي اختي شوفي الطبيب. خرجت نشوف الطبيب لقيت غير السيكيريتي واقفين. قلت له خويا فين هو الطبيب؟ قال لي تسنيت ما قلت له الراجل كيموت راجل بمعنى الكلمه. خرجت انا غير عند واحد السيده جايبه راجلها من عساه قلت لها اعطيني ملايه غطيت الراجل شدها الرعده صافي كنشوفو غادي يموت. وهي هذيك جيت كان قلت لي كلم ليا الطبيب اخويا شنو هادشي كديرو كلم ليا الطبيب. قال لي ما تهضريش معايا هو يدور لي التصويره ديال الملك. قال لي هضري مع هذاك ما تهضريش معايا انا. ولا عاشو الملك عاشو الملك صديق هما يعيطوا ليا على البوليس يعيطوا ليا على البوليس وجاو البوليس وجابوا الفارغونيت وهزوني وداوني قالوا لي تكتبي محضر باللي راكي هرستي اموال الدوله. وحنا ما هرسناش اموال الدوله. ولدي راجلي بالحريق طاح
وطاح بالبياص ديالو وتهرس داك البياص. قالوا لي لا راه هرستي اموال الدوله، وانا ما كاينش غير الهرس، ما عنديش انا كاع ما نهرس. الراجل كيموت ومشيت كتبت محضر ورجعت عند راجلي وخرجت وديتو عشان مالك كلينيك، ديتو الكلينيك عاد باش داوى لي راجلي. شمن سبيطار هذا؟ شمن ما كاينش طبيب. مشيت عاوتاني نعس بيه، قالوا لي في الارجونس والقطره كطيح علينا والشرجم محلول ديال البرد. اللي داز في لي سيكيريتي كنعيط عليه كيقولوا لي هذا هو السبيطار، السبيطار بحال اللي نعسين في البراكه كله كيشرجر علينا. شيروا ليها في الموضوع هي السبيطار ما كيتواجدش فيه ليكوغرافي، يعني لي سكانير بصفه عامه ديال الناس الوالده. هذا السبيطار مستشفى اقليمي، يعني والماس المعازي الزيد ما تفل يعني النواحي كيجيو لهنايا اقتضاد بلا ما نهضروا. معاملة ما كيتعاملوا مع المواطن غير معاملة ما تعاملش فيها حيوان، يعني حالة مزرية، حالة يرثى لها من الخير. وحنا كنطالبوا بوزير الصحة يجي لهنايا، يجي شرط الله هنايا، يجي شرط الله كما دار الوالدة، يجي شوف على الله يتغير الوضع. وحاجة أخرى هي المسافة اللي كيعطيو ليها رونديفو، المدة مدة يعني مدة عامرس من انا والله الا مؤخرا اقسم بالله العظيم شاهد والله الا ولبات ولا ما نعرف. جيت خديك واحد العاشر عندي مراك ديال الدكتور انا ما خليتهمش يكتبوا لي اقسم بالله الا عامرس رجلي كتقيح في القيح كتصرصر في القيح. وري السيد وري انا خليتي نكمل حنا الناس ديال الحومه هذه ديال زيمرمان اوفا السبيطار كنجلسونا كنشوفوا حالات لا يرجى لها. كنجي نجبد الطبيبرا تيقول لك ما كاينش طبيب، كندخلوا كنلقاو انفيرمي واحد مالو سكران شنو يدير هذا العمس ما غيدير والو، راه تنموتو راه تقهرنا. تمشي عنده كيعطيك فاصمات تيقول لك سير ديرها في الدار ما كاينش اللي غيسوالي لك، عمرك دير كسيده تيجي عندي الطبيب مشى للدار خشي صاصي تشرب في السبيطار شكون يسير ما كاينش طبيب. هادشي راه بزاف هاد الشهوه، ديروا معنا شي حل. وأساس نهضة أي أمة هو الصحة، لأن الصحة إلا ما كانش الإنسان صحيح ما يمكنليش يزيد القدام. كنتواجدوا أمام مركز إقليمي ضخم معدات وبنيات كبيرة ولكن للأسف غير فعال. مستشفى كبير بأطر كتدخل ليه بزاف ديال الميزانيات، واش مستشفى كيضخ ملايير ديال الدراهم وكيجيو ليه الناس ما كتلقاش فيه الطبيب. إلا كان الناس ما غاديش يلقاو فيه الطبيب يتسد، ملي يتسد الناس يمشيو للمصحات ولا يمشيو للرباط. ما بغيناش نجيو لهنايا باش توجهونا للرباط، بغينا نجيو لهنايا يا إما نتعالجوا ولا نتعالجوا هنا. أما إلا كنا غادي نتعالجوا في الرباط ما نجيش لهنا. يتسد هذا المستشفى وهاد الملايير ديال الدراهم اللي كتصرف عليه تمشي لجيوب المواطنين أولا ترجع للحاملين الضرائب اللي كندفعوها هنايا ولا ترجع لأشياء أخرى. ما يمكنش أن مستشفى كله رشوة كله ابتزاز. المستشفى ما يمكنلكش تدخل إلا وأنك غتخرج منه ميت ما تخرجش حي. إذا كنت غتدخل هذا المستشفى كن أكيد على يقين أنك ما غاديش تخرج حي منه، لأن يا إما أنك غيوجهوك لانك يوجهوك تمشي للمصحات الخاصه باش يجرحوك ويشوفوا الجيب ديالك شحال فيه، وإلا ما عندكش الفلوس راك غادي تموت ولا تموت قدامهم وما كاينش اللي غادي ينقذك. ولا يصيفطوك للرباط تموت في الطريق ولا تموت في رباط النيت، لان الرباط ليس ببعيد من هنايا. كله يعني منكر نلقاو اللهم ان هذا منكر. وعاش الملك. السلطات ديال مدينه خميسه ديال المسؤولين ديال مدينه خميسه راه الناس عاقوا ما بقاوش ناعسين. فيقوا يزيدوا قدام بهاد المدينه راه باركه عليها من التهميش، باركه من التهميش والتفكير ديال هاد المدينه. الناس تهلكوا في صحتهم ما بقاوش يداووا، كيدخلوا للسبيطار وخرجوا ميتين. هادشي راه منكر، عيقوا بزاف بزاف علينا راه عيينا ما نصبروا لكم. ملي جا كيقول غنديروا نفعل حتى حاجه ما كديروها كديروا عيل ولادكم وزيدوا الناس قتلتوهم. لقيتوا الناس اميين ديال الخبيصات كضحكوا عليهم وكديروا فيهم ما بغيتوا. هادشي راه بزاف بزاف، راه شي نهار غادي نفاجروا والفجر ديالنا ما غاديش تحملوه وبزاف علينا. تنشكروا الحضور كامل، تنشكروا النشطاء الفيسبوكيين، تنشكروا الاخوان الصحفيين، تنشكروا الناس المناضلين اللي عندهم غيره على مدينه خميسات. الوقفه ديالنا انتهت هنا، ان شاء الله غادي تكون وقفه اخرى لهاد المسؤولين حتى يلقيو لنا المطالب ديالنا، وهاد المستشفى هذا يكون ان شاء الله في المستوى المطلوب ويكون كما بغينا ان شاء الله.
ويوقفوا ما يبقاوش يصيفطوا لنا الناس للباط، لان الناس بدور خصنا نداو فيه يجيبوا ليه المعدات ويديروا فيه العمليات الجراحيه في كاين المشكل. شكرا للجميع، نضرب لكم موعدا مقبلا ان شاء الله في يوم اخر. شكرا لجميع الحضور. المشكل في الصحه في خميسات راه ماشي في المندوب، المشكل فيه كان في وزارة الصحة. وزارة الصحة لك الوزير ديال فيه سيدنا تيقوعين يجي غير التيفات يدور غير نفس السبيطار، ما يبقاوش يعطيو تعليمات. راه الوزير جاي خصو يجيب رجليه. كنوجه النداء ديالي للكاتب اللي كان وزير هنا ورا عارف بلا ما غنسميه، اللي كان هنا مدير 10 سنين ورا ولا كاتب العام في الوزارة. الله اللي غيجازيك، غادي توجه النداء للوزير التيفات هنايا للسبيطار. حنا مسمينو اسبيطار الموت. إلا كان المريض كيجي في الويكاند مهرس والله لا تجبر، جات حالة إيرجونس والله تا كتموت، جا دري جات المرأة باغا تولد في الويكاند هنا والله لا ولدات، إما تموت ولا يصيفطوها للسويس. نتحدى أنا شي واحد السبت والحد واش كاينة شي خدمات هنا. واحتراماتي للستاجير، أنا ستاجير ولاد الناس، الله اللي غيجازيكم. ستاجير اللي كيتواجدوا بكثافة، كاين اللي خدام 30 عام ما كيتخلصوش بصح كاين اللي ستاجير باش يعرفوا السكينة دو خميسات. راه ستاجير أنا ما كيتخلصوش. حنا كنوجهوا نداء لهذوك الأطباء اللي كيجي بوانتي هنا مع الصباح وكيمشي للبريفي، حيت كدي قسم بنو سينا باش تخدم المرضى ماشي باش تمشي تخدم ولادك في الكلينيكات. أنا جيت أنا والأخ نهار السبت رتقات لواحد المرارة مع العشاء، قال لك هنايا ما كاينش اللي غيفتحوا السبت والحد، حيت دينا الكلينيك 160 ألف ريال نص ساعة. سبحانك يا جليل. ولكن الناس ديال الخميسات تفرق بتقوم أمام الله، وتحية لجميع الشرفاء والأحرار، ونتمنى من الوزير التفاتة لمستشفى الموت بمدينة الخميسات. وحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا الشكر موصول لجميع الإخوان وجميع الأصدقاء والمراسلين ديال إقليم مدينة الخميسات على التواجد ديالهم معنا اليوم أمام المستشفى الإقليمي بمدينة الخميسات. هذا المستشفى اللي تيعاني مجموعة ديال المشاكل ومجموعة ديال الإكراهات، وحنا وصلنا الرسالة ديالنا بالتواجد مجموعة ديال المناضلين الغيورين على هذا الإقليم الحبيب، على هذه المدينة المحبوبة لدينا. ومن ضمن هذه المتطلبات ديالنا أولا طلبنا التواجد ديال ليكوغراف، لأن ليكوغراف ما كاينش، وكما كتعرفوا بأن خميسات فيها أكثر من 160 ألف ديال السكينة، وعيب ان ما يكونش ليكوغراف. هذا الطلب الاول. الطلب الثاني هو لي رونديفو المواعيد اللي تيعطيو بالنسبه للسكانير، كيعطيوك مواعيد في 2021 اواخر 2021. لا يعقل ان واحد مريض ومحتاج انه يدير سكانير ويقدر يموت غدا ولا بعد غدا وكتعطيه موعد ديال سنه. دونك خصهم يحاولوا يغيروا ديك المواعيد ديال السكانير. كاين الموعد اللي يعطيوه قبل، كاين الموعد اللي يعطيوه على شهر، كاين الموعد اللي يعطيوه على شهرين، ماشي مشكل. والموضوع الثالث هو الاطباء اللي تيخدموا ساعه ساعتين، ومنهم الطبيبه ديال القلب وطبيبه ديال العينين، كيخدموا ساعتين وتينسحبوا كيمشيو للمصحات الخصوصيه، كيمشيو لبعض المصحات في الرباط، وحنا تنعرفوا كل واحد فين تيخدم. نتمنوا ان من النقابه ديال الاطباء انها توقف مع المواطن اكثر ما توقف مع الطبيب. توقف مع الطبيب اذا كان مضرور، ولكن ما توقفش مع الطبيب اذا كان كيضر بالمواطن وبالسكينه، لان المواطن مضرور اكثر من الطبيب. وبالنسبه للمستعجلات نتمنى اتكاد تكون المعامله تما زوينه، ويتعاملوا مع الناس ويستقبلوهم، وكذلك بلاصه ديال الولاده، قسم الولاده راه المندوب وعدنا بان غيولي خدمه 24 ساعه على 24 ساعه، نتمنوا انه يبقى في الوعد ديالو. وبالنسبه لليكوغراف راه وصلنا واحد الخبر دابا بان ليكوغراف راه تحط له بروجي ديالها تلونسا ب 58 مليون، وبانه غادي يكون في هذا الشهر هذا ان شاء الله غيتقتنى في هذا الشهر هذا. نتمنوا انها تكون هذه الاستجابه وهذه المطالب ديالنا انها تكون وصلت لهاد المسؤولين هادو، ويقوموا بالواجب ديالهم كما خصهم يقوموا به، لان الدستور كما كتعرفوا راه فيه كل شيء، كيقول لك حق السكن وحق التعليم وحق التطبيب، ومن ضمن التطبيب هو المعامله اللي كتكون هنا. ما يمكنش مريض يجي وتبقى تفرض عليه بطاقة الرميد ولا تقول ليه سير خلص، داويه عاد ناقش مع هاد الحوايج، لأن عيب أن الدول المتقدمة كتعامل مع الحيوانات كتعالج كلب ولا قط وما كتناقش مولاه. حنا كيجي إنسان مريض طايح هنا وكتبقى تناقش واش عندك في جيبك ولا عطيني بطاقة الرميد. هذه نقطة نتمناو أننا نتجاوزوها، ونتمناو أن هاد المسؤولين هذا الإقليم هذا توصلهم الرسالة، ونتمناو من هذا المندوب الجديد أنه يقوم بالواجب ديالو، بالرغم من أننا عرفنا أنه راسل أكثر من 200 مراسلة ضد بعض الأطباء، وكاين العرقلة من شي جهات اللي ما كتوصلش الحقائق كما خصها تكون. لذلك كنتمناو من أي مسؤول
في هذا السبيطار اي واحد يقوم بالواجب ديالو كما كان. اخوان لي سيكوريتي راه كنعرفوهم وتنحترموهم، اغلبيه فيهم راه ناس زوينين، كاين واحد جوج ولا ثلاثه اللي كيوسخوا السمعه ديالهم، وبالنسبه لي ستاجير راهم غير دي ستاجير ولكن راه تيعاونوا تيقوموا بالواجب ديالهم. هادو من شرائح الشعب، هادو ديالنا ولادنا، هادو طبقه شعبيه فقيره بحالنا كيعاونوا راسهم، حنا كنشجعوهم. ولكن الاطباء اللي تيتخلصوا بالملايين وتيخليوا وقتهم وكينسحبوا كيمشيو للمصحات العموميه خص يتعاد فيهم النظر وخص يتراسلوا وتكتب بهم شكايات متعدده. ومره اخرى تحيه لجميع الحضور اللي حضر لهذه الوقفه هذه، وتحيه لاي واحد كيغير على هذه المدينه المنكوبه، تحيه لاي واحد باغي الخير لهذه المدينه ولهذا الاقليم هذا بك كامله. وشكرا مره اخرى الاخوان ديال الصحافه ديال مدينه الخميسات، شكرا موصول لكم، تحيه نضاليه. يا شان الملك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. كممثل المكتب الوطني للجمعيه المغربيه للدفاع عن كرامه المواطن جيت باش نحضر اليوم هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي دعت لها الساكنه الخميسيه، على اساس ان المستشفى الاقليمي اللي كتعاني منه الساكنه الويلات 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 هم الويلات. واليوم جينا باش نوجهوا رساله قويه للسيد الوزير المسؤول عن قطاع الصحه والسيد عامل اقليم الخميسات، على اساس انه باش يعطيو واحد الاولويه ويعطيو واحد الاهتمامات لهذا المستشفى الاقليمي اللي ما كتوفرش فيه ابسط شروط ديال المواطن، في ظل غياب جهاز السكانر وغياب جهاز التلفاز وغياب الاطباء. الا جيتي كتسول على الاطباء تيقول لك هو انا هو انا، وفاش كنتبعوا الخطوات ديالهم كنوجدوهم في الكلينيكات والمصحات الخاصه، وهذا هذا يدمي القلب. وامام هذه المعاناه اللي كتعانيها الساكنه جينا اليوم باش ندو ونوجهوا رساله قويه للسيد المندوب ديال وزاره الصحه على الاقليم، ونقولوا ليه بهذا المصطلح هذا بين قوسين جمع راسك شويه وحاول انك تعطي واحد الاولويه لهذا المستشفى، لان اقليم خميسات اقليم مهمش في جميع المستويات سواء اقتصاديا او اجتماعيا او كل شيء، يعني حتى حاجه ما كاينه في هذا الاقليم هذا. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نحن اليوم هنا امام المستشفى الاقليمي الخميسات للاحتجاج على الاوضاع المترديه والخدمات غير متوفره في هذا المستشفى للاسف. السبيطار الكبير اليوم المستشفى الاقليمي للخميسات اللي صراحه ما بقاش تيواكب، حنا في المغرب 2020 وتنشوفوا المرضى اللي تيجيو لهذا المستشفى هذا من المعازيز والماس تيداس الاقل الاقليم كامل تيجي لهذا المستشفى الوحيد اللي كاين في مدينه الخميسات، ولكن للاسف تلقاو بان المعدات الطبيه غير متوفره. الناس تتجي ايرجون هنايا والدمايات تاعها اللي تتسيل للاسف الشديد تتم تيديروا لهم ترانسفير للرباط، ما يمكنش هاد الناس هادو يمشيو للرباط باش يداو. الرباط راه تتقبل علينا بواحد الساعه تاع المكانه، كيفاش هذاك الانسان الجريح يمشي حتى للرباط باش يداو؟ حنا عندنا السبيطار هنا، السبيطار الحمد لله البنايه كاينه، خصنا المعدات الطبيه، خصنا اليوم اطباء يكونوا الاطباء الاختصاصيين في جميع الامراض خصهم يكونوا في السبيطار. ما يمكنش اليوم نعطيو لي رونديفو اللي هما بعادين ونتسنى واحد الطبيب اللي غيجي من الرباط باش غادي يداوي لنا المرضى ديالنا. لي رونديفو اليوم واصلين حتى تعطيهم المدى ديالهم عامين، كيف يعقل؟ حنا في 2020 في المغرب الجديد، والصحه اليوم لوزير الصحه تيقول باننا الصحه عرفت واحد الفتره كبيره في المغرب، هذا الشيء غير صحيح. هذا الكلام ماشي معقول سيد الوزير، لان عندنا لي رونديفو اللي فيهم عامين، لا يعقل ان مريض تعطيه عامين باش يجي الدواء، ما يمكنش باش يجي يشوف على الاقل غير الطبيب. هذا الشيء كامل اللي كان تيخدم شي مصلحه فهو تيخدم مصلحه تاع المصحات الخاصه، لان الانسان تيضطر انه يمشي لمصحه خاصه ويخلص الفلوس ديالو، وتنعرفوا المصحات الخاصه راه تكاليف باهظه جدا باش انك الدواء فيهم، وغير متوفره وماشي متناول للجميع. خميسات فيها ناس بسطاء، ناس فقراء، الناس اللي ما خدامينش ما عندهمش باش يداووا، خص الدوله توفر لهم العلاج ضروري. هذا من جهه ومن جهه اخرى قسم الولاده تاع النساء هنا في مدينه خميسات في حاله يرتا لها، ما يمكنش 160 ألف نسمه وما يكونش عندنا طبيب ديما
كاين تمايا في السبيطار، ما يمكنش تجي ويقول لك الطبيب ما كاينش ولا خارج كونجي ولا مريض دافع شهاده طبيه، هذا العبث في صحه المواطنين. الامر هذا ما مقبولش وما مقبولش بتاتا. الساكنه تاع مدينه الخميسات اذا كانت اليوم خرجت فقد ملت من هاد الظروف اللي تتعيشها في هذه المدينه هذه، وخرجت باش توصل الصوت ديالها للمسؤولين، وخرجت باش توصل الصوت ديالها لعامل اقليم الخميسات باش يدخل مندوب الصحه باش يدخل باش يديروا شي حل لهاد الناس هادو. وخصنا الطبيب يكون في قسم الولاده بيرمونونس 24/24، لان الا تجيك واحد المراه باش تولد من والماس ضربه 90 كيلومتر وتقول لها انت ما كاينش الطبيب سيري للرباط، لا يعقل، ما يمكنش. هاد المراه هادي راه حنا باش نصيفطوها للرباط، راه تنخاطروا بديك المراه، تنخاطروا بالجنين اللي في الكرش ديالها، يقدروا يتوفوا في الطريق، ولا غادي نصيفطوها باش تمشي للمصحه، واللي ما عندهاش باش تمشي للمصحه شنو غادي دير ديك السيده؟ تولد في الزنقه ولا تولد في لومبيلونس في الطريق؟ ما يمكنش. هاد الوضع هذا ما مقبولش بتاتا. حنا الا كنا اليوم خرجنا راه خرجنا باش نوصلوا الصوت تاعنا لهاد المسؤولين باش يشوفوا من هاد المستشفى هذا 160 الف نسمه، ما كافيناش هاد الاطباء اللي كاينين اليوم، خص يزيدوا لنا الاطباء ويزيدوا لنا المعدات، وخص واحد المعامله للمواطنين داخل المستشفى تكون معامله محترمه.